السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بواحد التجربه فريده يعني ورائده في يعني الثبات والاراده لدى الشباب الجزائري، وخاصه يعني من الجنس اللطيف، يعني زوج طالبات بعد ما تخرج نتاعهم من جامعه باب الزوار قرروا أن يتفرعوا إلى فلاحة. نخليكم تتابعوا هذه التجربة الرائعة والرائدة والتي تبشر بالخير في أبناء هذا الوطن العزيز. أترككم تتابعون والسلام عليكم. ابتسام وأميرة خريجتا جامعة باب الزوار، قادهما عشقهما للأرض والطبيعة إلى ولوج عالم الزراعة الإيكولوجية رغم كل الصعوبات ومخاطر المهنة على الجنس اللطيفة. مرمى لا سوتنونس تاعنا انا ولابينوم تاعي، دخلنا لجمعية التربة. هذه الجمعية تعمل على الزراعة الإيكولوجية، درنا إنيسياسيون على لا بيرماكولتور، يعني إنيسياسيون في هذه الفلاحة الطبيعية. عمي عاشور عنده تراب في الفورماتور تاعنا، عنده تراب في تيبازا، هو اللي استقبلنا في التراب ديالو وخلانا نحقو المشروع اللي كنا حابين نديره باش نديرو التجربه تاعنا. جبنا بزاف دومان والتما اللي حبيناه وديسيدينا نبداو المشروع في الكولتور بيولوجيك طبيعيه. تقوم الشابتان بالزراعه الايكولوجيه للبذور الاصليه غير الهجينه دون استعمال الاسمده الكيميائيه، حفاظا على الفواكه والخضروات المزروعه الى جانب تسويق المنتوج وبيعه. نخدموا فيها زراعه طبيعيه 100%، يعني بدون مبيدات حشريه، بدون اسمده كيميائيه، نخدموا 100% ناتوريل. لي فاريتي اللي رانا نخدموهم نديرو دي فاريتي اللي ما كاش في الجزائر باش ندوقوا شويه المستهلك الجزائري حاجات جدد، ونربو تاني هذيك الزريعه باش كل عام نغرسوا منها، ما نقعدوش كل عام نشرو. احنا في فان 2019 بدينا بمبلغ مالي ضعيف بزاف انا وابتسام، باش سما بدينا شرينا لي زوتي دو باز في الفلاحه باش نبداو نخدمو كلش يتخدم باليد. عقل بلا عقل سلفنا دراهم وديسيدينا نجيبو هربيل باسكو يرفد. كونترايت ندار في لافام بيداغوجيك تاع زيغالدا كل جمعه صباح من 8 للوحدة. تطمع أميرة وابتسام في الحصول على الدعم اللازم من طرف الدولة لامتلاك قطعة أرضية تمكنهما من توسيع مشروع الزراعة الإيكولوجية. رانا دوكا في قريب 4 سنين، ماذا بينا الدولة تشوف فينا ويدعمونا بأرض تكون أكبر وتكون على اسمنا، ونديروا كارت فلاح تاعنا ونغرسوا الأشجار مثمرة ونكبروا المشروع تاعنا إن شاء الله. دعم الشباب من أولويات الحكومة التي تسعى للوصول لاقتصاد قوي دعائمه الكفاءات الشبانية.